الاعتماد المستندي هو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين أو المشتري. يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ أو تفويض بنك آخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد. هكذا تخرج المساندات بشكل واضح وفق القوانين المنصوص عليها. عاد الحديث مجددا عن فساد يشوب الاعتمادات المستندية بعد أن نشر المصرف المركزي بطرابلس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأنه قد شرع بمستندات رسم التحصيل لبعض رجال الأعمال المقربين من المحافظ المقال. وفي أعقاب تقرير سابق وصف فيه الديوان ملف الفساد في الاعتمادات بأنه بلغ مستوى غير مسبوق، عندما رصد 81 شركة تهرب الأموال وتودع اعتمادات وهمية بأسماء الليبيين. بيد أن المركزي استخدم إلى جانب الفساد الواضح والذي تحدثت عنه أوراق ديوان المحاسبة في أكثر من مرة عدم التوزيع العادل في الاعتمادات الممنوحة للشركات، كما استخدمها في التوزيع الغير عادل لثروة الليبيين. ميز المركزي شركات من المنطقة الغربية مع تجاهل شركات في المنطقة الشرقية والجنوبية بشكل واضح، وينتهج الكبير سياسة العقاب على المناطق والمدن التي ترفض الجماعات الإرهابية وتياراتها المتأسلمة سياسيا والمتطرفة بعدم إعطائها مستحقاتها من عوائد النفط وكذا الاعتمادات المستندية، حتى بات التاجر الليبي بهذه المناطق والمدن أن يقدم اعتماده عن طريق الشركات المتحالفة مع الكبير والتي تلحقها شبه فساد واضحة باستيراد سلع مدعومة لا يستفيد منها المواطن الذي أرهق كاهله عصابات الفساد المركزية. الفساد الذي ضرب مؤسسات الدولة حذر منه مراقبون اقتصاديون في سنوات مضت، وحذروا من مستوى الخطورة الذي وصل إليه الاقتصاد الليبي، ولا سيما مع استمرار استحواذ حكومة الصخيرات المنقلبة على شرعية الدولة، وهو ما دفع رؤساء المؤسسات الاقتصادية إلى الحديث مجددا عن ضرورة تدارك الوضع، كما حذر المبعوث الأممي السابق غسان سلامة نهاية العام الماضي من أن ليبيا مهددة بالإفلاس في أقل من 18 شهرا فقط، وهو ما لا يتناسب مع بلد من المفترض أنه ينتج أكثر من 1,000,000 برميل نفط يوميا. أرجعها المهتمين بالاقتصاد الليبي إلى استفحال الفساد الذي يجر الاقتصاد الليبي إلى الهاوية. لقناة ليبيا الحدث، سفيان بوغرسة.